مرحبا بكم في موقع هيئة الأوراق المالية والسلع. يتضمن هذا المقطع عرضا توضيحيا بالصوت والصورة لكيفية استخدام خدمة طلب التحول إلى شركة مساهمة عامة. لتقديم الطلب يجب عليك تصفح الإنترنت والدخول إلى موقع هيئة الأوراق المالية والسلع www.sca.gov.ae. من القائمة العلوية يمكنك استخدام رابط الخدمات ثم رابط الخدمات الإلكترونية للاطلاع على الخدمات المتاحة والتي تقدمها الهيئة. سيتم تحويلك إلى شاشة تحتوي قائمة بجميع الخدمات. قم باختيار خدمة طلب التحول إلى شركة مساهمة عامة. سيتم تحويلك إلى نافذة تحتوي بيانات بطاقة الخدمة والتي يتوجب قراءتها جيدا قبل البدء بتقديم الطلب. يمكن للعميل التواصل مع الهيئة عن طريق أرقام الاتصال الموضحة في بطاقة الخدمة. إذا لم تكن تمتلك حساب لدى الهيئة فيمكنك التواصل مع المختصين عن طريق الضغط على رابط اتصل بنا وإرسال طلب للاستفسار عن كيفية الحصول على حساب للشركة. يمكنك التقديم الإلكتروني عن طريق الضغط على رابط الخدمة الإلكترونية وسيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية للخدمة. للدخول إلى النظام قم بإدخال بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور. لتقديم الطلب هناك قسمان رئيسيان وهما البيانات العامة المرفقات. يجب تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق الملفات في قسم المرفقات. عند الانتقال من قسم إلى آخر يجب التأكد من حفظ المعلومات عن طريق الضغط على زر حفظ الطلب، حيث سيتم حفظ الطلب كمسودة لدى العميل. بعد الانتهاء من تعبئة كافة البيانات الإلزامية قم بإرسال الطلب إلى الهيئة وذلك عن طريق الضغط على زر حفظ وإرسال. سيتم إرسال الطلب إلى الهيئة لإعلام الموظف المختص بمتابعة الطلب. سيتم التواصل مع العميل في حال وجود بيانات ناقصة أو الموافقة أو رفض الطلب عن طريق البريد الإلكتروني. شكرا لاستخدامكم رابط المساعدة. في حال وجود أي ملاحظات يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي contact@sca.ae.